السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفائي والطيبون والطيبات. المهم في هذا الفيديو في اخبار مع انا جمال الفا. اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو، نود تقديم التهنئه ومباركه للشعب المصري. صراحه ماتش البارح يعني نقولوا كما كنقولوا حنا المغاربه تبوريشه صراحه، يعني تقاتلوا ويستاهلوا، يعني بعد غياب 28 سنه على المونديال استاهلوا داك الشيء وتبارك الله عليهم. وكنتمنى كذلك انها تكمل وتكون ان شاء الله خمسه، السعوديه مصر المغرب خاصنا نقطه، تونس كذلك خاصها نقطه، وكذلك سوريا العزيزه. المهم في الخبر عندنا اول فيديو رده فعل جزائريين بعد فوز المنتخب المغربي. الفيديو اللي راه ملونسي دابا وفي واحد التضارب. المهم خليكم مع البيت. كما لاحظتوا الفيديو انه كانوا فيه مجموعه ديال الجزائريين وكانوا كيتفرجوا في ماتش ديال المغرب، واللي اتضح في الاخير انه فيديو قديم يعود لمباراه المنتخب المغربي مع الطوغو في كاس الامم الافريقيه الاخيره واللي شار لها المعلق. الخبر الثاني كيتعلق بديك الفضيحه ديال الشيخ الفيزازي مع الزوجه ديالو، والرد ديالو قال لك على وجه والديها الا بغيت نسامحها على وجه والديها كنطلب منها انها دير فيديو فيه دقيقه تقول باللي راه كانت مخطئه او ظالمه. المهم الفيديو ما عجبش بزاف ديال الناس، ولكن بعض الناس كذلك تيقولوا بان حنان كانت متناقضه شويه في القصه ديالها. المهم خليكم مع الفيديو. تقول ما هي الكلمه التي يوجهها اليها؟ نقول لها يا حنان انت تعلمين انك تكذبي، هذه واحده، وتعلمين انك تدلسين وتلبسين وان خلفك من يدفعك الى هذا وانت الخاسره، لان الحق احق ان يتبع واحق ان يظهر، الحق ابلج، فسمعتي لا يمكن ان تنالي منها بكذبه بافتراء للصدق. تقديرا لاسرتها، تقديرا لاسرتها، والله ممكن ان اتجاوز عنها تقديرا لاسرتها بشرط بسيط، ان تقول في دقيقه في كلمه انها فعلا كانت مخطئة وأنها كانت. وكان الشيخ الفيزازي قبل قال لهم باللي هي اللي قلبت عليه وأجوطاتو في الفيس وقالت لي عافاك بغيتك دير لي الرقية الشرعية، أنت شيخ معروف وصليتي بسيدنا، أنا كنعاني من المس هو اللي خلق لي مشاكل، وسبابي هما العائلة ديال الزوج ديالي الأول اللي كنت مزوجة به. من بعد السيد بقى قال لك طولت مع الهضره، يعني عادي كما كنهضر مع الناس. قالت لي عافاك انا ما كرهتكش تخرجني من هاد الدوار، انا في واحد المنطقه نائيه في الباديه والهضره ديال الناس ما كترحمش، والله يجعلك قاعد تزوج بيا، المهم اعتقني. هادشي اللي قال. من بعد في خبر اخر قالت بانه كذاب وما تيقاتش كيفاش انه السيد قام بتكذيب الجميع بما فيهم العائله ديالها والابوين ديالها والناس اللي كانوا حاضرين، وقالت باللي هو اللي اجوطها، هو اللي هضر معاها، هو اللي قلب عليها، هو اللي بغى يتزوج بها، وباللي هو اللي فرض عليها انها دير النقاب وفي الاستطاعه ديالها الكشف عن وجهها. خليكم مع الفيديو. انا حيت هو اللي فرض عليها النقاب هذا هو مزوجي، انا ما خايفش من هذا السيد، ما خايفش من نقدر نوصل معاه في النظر حسن نثبت للناس بانني راني مظلومه. ورجعت قالت من بعد بانه مابقاش تثق في الرجال بالسيف، قالت لك كنت كنشوف السيد الحياة متقي الله وصلى بسيدنا. هذه القضيه ديال صلى بسيدنا ما فهمتش، يعني شنو زعما غادي يكون ملك؟ ما فهمتش، شخص عادي، رجل عادي. قالت زعما ان صافي مابقاتش، يعني القصه ديالها الاولى مع الزوج الاول وكيفاش تفرقات، والقصه ديالها الثانيه والمصيبه الاخوان، يعني راه صعيبه. الله يحسن احوال البنت، راه 18 سنه ودوز في هذا الشيء كامل. العفو. الفيديو الرابع، خبر الرابع هو الزوجه. وجدها الاخ ديالها وزوجها
تخونه مع رجل في مقهى، والمصيبة هذاك الراجل اللي لقاوه كتخون الزوج ديالها معاه الطبيب فوجدة، يعني معروف. خليكم مع الفيديو. الوضع اللي كان صعيب، وتجمعوا الناس وحاله والشوع في القهوه حيت قال الكاميرا اللي كانت ديال المراقبه اللي شاده، ويعني السيد توتر وتزير، وفي الاخير طلعت كاميرا خفيه. يعني هذا الراجل مسكين ندموه، ما عمره ما باقي يتصاحب، ما عمره ما باقي يهضر مع شي بنت، باش عرف هذه اخي هذا درس لك باش تنوض تزوج، باش تنوض تزوج ما تبقاش تجلس في القهاوي. خبر التالي هما فيديو اصحاب الشرع والنهي عن المنكر. المهم بحال ما كتقول الشرع والنهي عن المنكر، شدوا واحد الشفار، داك الشفار حصلوا كيتعدى على البنات وكيتعرض ليهم، كي باغي يجريسيهم يعني باغي يسرقهم، شدوا واحد الحيه بقى تيمرمق باقراق، عرفتي علاش داك الشيء الحيه وحالف عليك بقى تيعطي على الوجه. المهم خليكم على الفيديو تشوفوا. مزيان هكا باش النيت، راه خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، كاين اللي كيضرب تماره، كاين اللي كيضرب تماره وتلقاه الشهر كامل خدام وباغي غير يفك الكريدي، في الاخر ملي كيمشي يخرج الماندا ديالو من البنك كيتعرض ليه شي حمار، واحد اللي ما مربيش الله يهديه، هاز عليه سيف كيدي ليه كلشي وتيخليه السيد دايره، وكاين اللي تضرب في يدو وكاين اللي تضرب في وجهو، يعني صعيبه شويه. يعني انا كنتمنى ان تحد من الدائره هذه، وكنتمنى ان المواطنين فين ما يشدوا شي شفار يبقاو يعطيوه، يبقاو يعطيوه باش ما تبقاش تعاود. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال الاخبار مع جمال الفا، ما عرفتش غنسميوه اخبار مجنونه، اخبار حصريه، اخبار سخونه، اخبار تنزانيا، المهم اللي عنده شي سميه بغى يسميها هذه السلسله ديال الاخبار، حيت راه من شحال هذه وحنا كنديروا اخبار متنوعه وما بقي ما عرفتش شي سميه اللي زوينه، وصراحه ما كرهتكمش انكم نتوما تختاروا هذه السميه هذه. المهم كي جاكم اللي بحال زوين، ملي كنجلس حدا بحال كنحس براسي كالم، ما عرفتش علاش، حتى الديزاين ديال اليوتيوب اللي لاحظتو في اللايف رياكشن تيكون كحل، واقيلا انا مريض، واقيلا واللباس ديالي فيه الكحل والاحمر، واقيلا انا مقيوس بحال والو. المهم والله الا بصح صراحه، عرفتي ملي كنجلس حدا بحال كنحس بالراحه، كنحس براسي زوين. طولت الفيديو. المهم
مهم كان هذا هو الفيديو ديالنا. عفاكم الى عجبكم الفيديو وعجبتكم الاخبار ما تنساوش تضغطوا على زر لايك. كذلك مثل كيشاهدوا اول مره اهلا مرحبا بكم في قناه جمال الفا. عندنا نصائح اخبار ما عرفتش باقي ما سميناهاش كاع لايف رياكشن تحديات عرض لمنتجات ديروا اشتراك على القناه. تلقاو فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.